كل واحد منا ينبغي أن يردد هذا الدعاء 7 مرات في حالة الحيرة والضيق، وبخاصة ضيق الرزق أو ضيق العيش أو ضيق المشاكل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. دعاء الحيرة، كلنا أيها الأحبة يمر بمواقف يحتار ماذا يفعل، تضيق به الأمور، تضغطه متاعب الحياة ومشاكل الحياة. كل واحد منا لابد أن يتعرض للكثير من الأمور التي تستعصي الحل، لا يجد لها حلا، يحتار أين يذهب، يحتار ماذا يختار، ماذا يقول. من أصعب المواقف التي تعرض لها نبي من الأنبياء سيدنا موسى عليه السلام. هذا النبي الكريم تعرض لموقف صعب جدا جدا، أنه كان من أمامه البحر ومن ورائه فرعون. فالبحر يمثل الغرق والموت، وفرعون يهدده بالقتل والصلب هو ومن معه. في هذا الموقف ماذا يفعل الإنسان أيها الأحبة؟ كل التدابير تفشل. سيدنا موسى لم يكن لديه جيش مثل فرعون، لم يكن لديه سلاح، لم يكن لديه يعني تجهيزات الحرب أو النصر، كل عوامل الهزيمة موجودة مع أصحاب موسى عليه السلام، وكل عوامل النصر الدنيوية موجودة مع فرعون، القوة والسلاح والسلطة والمال. هنا سيدنا موسى عليه السلام يقول دعاء رائعا، أتمنى كل واحد منا أن يتعلمه أيها الأحبة. كل واحد منا ينبغي أن يردد هذا الدعاء 7 مرات في حالة الحيرة والضيق، وبخاصة ضيق الرزق أو ضيق العيش أو ضيق المشاكل التي تعصف بالمنازل اليوم. عندما وصل إلى البحر أصحاب موسى ماذا قالوا؟ إنا لمدركون، فقدوا الأمل من كل شيء. هذا الموقف أخي الحبيب ربما تعرضت له يوما، ربما في يوم من الأيام فقدت الأمل من كل شيء، لم يبقى لك إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ولكن سيدنا موسى كان واثقا بالملك سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كليم الرحمن، كان لديه ثقة عظيمة أن الله الذي وعده لن يخلف وعده، الله سينقذه من هذا الموقف. ماذا قال؟ قال كلا. انظروا إلى قوة هذه الكلمة، كلا. رفض مفاهيم العصر السائدة لديهم، رفض مفهوم الهزيمة لأن الله معه. كلا إن معي ربي سيهدين. سبحان الله، انظروا إلى قوة هذه الكلمات، كلمات قليلة. إن معي ربي سيهدين، 4 كلمات. إن معي ربي سيهديني. طيب، هذه الكلمات فيها قوة غريبة جدا أيها الأحبة. الله عز وجل في هذا، ببركة هذا الدعاء وببركة هذه الكلمات وبسبب هذه الثقة العظيمة بالمولى عز وجل، أغرق الله فرعون وجنوده على الرغم من القوة الهائلة التي كانوا يملكونها، ونصر بني إسرائيل المستضعفين، نصرهم الله سبحانه وتعالى، نصر المستضعفين ونصر سيدنا موسى. لماذا؟ لأنه كان واثقا من ربه عز وجل، واثقا بالله سبحانه وتعالى، كان واثقا بالملك سبحانه وتعالى. كلا إن معي ربي سيهدين. هنا أيها الأحبة أنا أود أن أتوقف معكم، أن مشكلتك أخي الحبيب مهما كانت صعبة لن تكون أصعب
من الموقف الذي تعرض له سيدنا موسى عليه السلام. لم ترعبه أمواج البحر القاتلة، لم يخش من فرعون على الرغم من الجبروت والسلطان الذي كان يتمتع به. الحقيقة أحبتي في الله، هذا الدعاء هو سبب في إنقاذ سيدنا موسى، وهو سبب في إنقاذك أنت اليوم. إذا كنت تتعرض لأي مشكلة قل، ولكن يجب أن تشعر بهذا الدعاء في كل خلية من خلايا جسدك، كلا إن معي ربي سيهدين. كلما أصابك اليأس قل كلا لن أيأس، إن معي ربي سيهدين. إذا تعرضت للأذى من قبل شخص ولو كان قريبا منك، قد يكون أقرب الناس إليك يؤذيك، ويعني أدركت اليأس أو على يعني مقربة من اليأس، مباشرة قل كلا، كلا لليأس، كلا للهزيمة، كلا لعدم الثقة بالله. قل أنا أثق بالله والله سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. إذن هذه الكلمات أخي الحبيب إذا قلتها والله يعني سيفرج الله همك، سيقضي دينك، سيفك كربتك، وسينقذك من أي موقف ما دمت تثق بالله. الشيء الأخير أيها الأحبة أود أن أختم به، من شروط الدعاء الثقة بالله. يعني لا تقل دعوت ولم يستجب لي، مجرد أنك قلت هذا الكلام معنى ذلك أنك لا تثق بالله. الثقة بالله تعني أنك تدعو وأنت موقن بالإجابة، ولكن الله يؤخر الإجابة للحظة هو يعلمها، هو يؤخر الإجابة للوقت المناسب، هو يعرضك، رب العالمين يعرض الإنسان للبلاء أحيانا، للضيق ليختبره، ويؤخر الإجابة ليختبر قوة إيمانك. فيجب ألا تيأس وألا يعني تعجل، لأن العجل من صفات الإنسان، وخلق الإنسان من عجل. ينبغي أن تثق بالله أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجيب دعائك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفس كربة كل مؤمن، وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.